أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخلا من قناة ملكي أنخلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. بمناسبة حلول شهر رمضان، كل عام والجميع بألف خير. وصفتنا لهذا اليوم بسيطة اقتصادية، يمكنكم إعدادها خلال دقائق فقط. تنفع كطبق حلويات بسيط شهي لبعد الإفطار مع قدح من الشاي الساخن. فكل عام والجميع بألف خير. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذا الطبق من الحلويات البسيط. معي أنا أنخيلا، هيا بنا باموس. والآن إليكم مقادير وصفتنا لهذا اليوم، وهي بسيطة جدا، عبارة عن عجينة كروسون جاهزة، كرز أي فواكه، حلويات، شوكولاتة بيضاء، شوكولاتة سمراء، بيضة واحدة. ها هي جميع مقاديرنا. سنحتاج أيضا إلى آلة تقطيع العجين، ها هي بأحجامها المختلفة، تأتي على شكل دائري. وأن وصفتنا هذه تنفع للمبتدئات بعمل الحلويات، أي سنة أولى مطبخ. والآن إليكم طريقة العمل. سأفتح غلاف عجينة الكروسون هذه، ومن ثم سأفتحها على لوح خشبي. بعد ذلك سنبدأ بتشكيل العجينة، يمكنكم تشكيلها بأي شكل ترغبون فيه. بعدما شكلت هذه الدائرة سأبدأ بتقسيمها بهذا الشكل. لعشاق الشوكولاتة يمكنكم وضع قطعة من الشوكولاتة داخل العجينة، ومن ثم لف العجينة بهذا الشكل. هنا يمكنكم استخدام الشوكولاتة السوداء أو الشوكولاتة البيضاء، الخيار لكم. قبل تشكيل العجينة وضعت ورق
الزبدة في صينية الفرن وأشعلت الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. يجب إدخال هذا النوع من الحلويات إلى الفرن وهو ساخن جدا. هنا سأضع الشوكولاتة البيضاء في العجينة هكذا. أما ما تبقى من العجينة فيمكنكم تقطيعها بآلة تقطيع العجين هذه. هنا أنا استخدمت أصغر حجم، الخيار لكم. وهكذا تبدو معنا العجينة بعدما فتحتها. سأحاول أخذ جزء من هذه العجينة بشكل طولي هكذا. بعد ذلك سأبدأ بتقسيمها بهذا الشكل. تشكيل العجينة حسب اختياراتكم وأذواقكم أحبتي. بعد ذلك سنحتاج إلى بيضة، صفار بيضة واحدة. يمكنكم إضافة القليل من الحليب على صفار البيضة، الخيار لكم. سأبدأ الآن بدهن عجينة الحلويات التي صنعتها قبل لحظات بهذا الشكل. وصفتنا لهذا اليوم بسيطة جدا، سهلة جدا، لا تستغرق وقت أبدا. بعد ذلك سأبدأ بوضع الكرز بهذا الشكل بلونيه الأحمر والأخضر، متوفر في الأسواق قسم الحلويات. وبعدما انتهيت من إعداد هذا النوع البسيط من الحلويات أتركه على
درجة حرارة المطبخ فهو دافئ جدا عندي. يمكنكم وضع هذا النوع من الحلويات بالفرن بعد مرور نصف ساعة. والآن سأضعها في الفرن وعلى درجة حرارة 200 درجة مئوية، الرف الوسط، الشعلتين. انتبهوا لدرجة حرارة أفرانكم، فلربما تحتاج إلى فرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية، هذا يعتمد على شدة حرارة أفرانكم. وهكذا تبدو معنا وهي ما زالت في الفرن. ستحتاج إلى 20 دقيقة تقريبا. وهكذا تبدو معنا بعد إخراجها من الفرن مباشرة، فهي ما زالت ساخنة ورائحتها لذيذة جدا. سأضعها الآن في طبق التقديم هكذا. جربوها ستعجبكم. بهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم أصدقائي من عجينة الكروسون الجاهزة. صنعنا ألذ وأبسط طبق حلويات لفترة ما بعد الإفطار مع قدح من الشاي الساخن، وبألف صحة وعافية. أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. قبل أن أختتم هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا اليومية. إذن أنتظر تعليقاتكم الجميلة في الكومنتس أحبتي. تفاعلكم الجاد مع قناتنا بكل تأكيد يسعدنا. فالقناة منكم وإليكم أحبتي، كما وأنتظر مشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من متابعينا. بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخيلا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.